بحس انا بالمسؤوليه لما يكون عندي مهمه معينه بضلني متوتره لما انفذ هاي المهمه وانفذها ان شاء الله اني انفذتها على اكمل وجه. ايش ممكن احس انه ممكن انه اضفت لازم اضفت شغلات اكثر، ممكن لازم عملت بلان بي لانه يعلق مثلا اللابتوب لما علق ما بنطلع صفحه رندا. اوكي شكرا. رند لا مرتاحه. ايش بتعمل بشكل احسن؟ الاسم بشكل احسن بعمل تطبيق عملي. لانه انا لو حطيت حالي لو كنت مكانهم انه بعدين ما قدرت اقرا من وجوههم يعني انه هم عارفين مش عارفين. انا يعني انه شو انه احنا بنسمعك بس انا يعني مش عارفه يعني. شكرا. تطبيق عملي. ورزين؟ انا بكون متوتره قبل العرض، لما ابلش فهيك ببلش شوي يخف عندي التوتر ولما اخلص برتاح خلص يعني انا. ايش بتعملي بشكل احسن؟ هلا اللي بعمله بشكل احسن هلا لاحظت انا كنت عم بحكي بصيغه الكبكه اكثر من صيغه المانا. فهي كان لازم اعدلها لانه فعليا كل اناث وانا عم بتوجه لاناث، فهي لازم اعدلها. لازم اتدرب اكثر يعني، لازم يعني احكي مع حالي اكثر وانا عم بتدرب ايش اللي بدي اعطيه. طب انا كنت طلبي هذا تمام لإلي ولا راح يضيفوا شيء؟ شعور لطيف ومفتح على الصفحه. احس شيء ممكن اخليهم يعملوا شيء عملي، يعني هم ينشئوا الصفحه ويطبقوا كل الامور اللي حكيناها، مش بس ياخذوا صفحات لناس ثانيين. يعني بتفهم الشيء العملي كان لازم.